يشهد معرض السلع الغذائية بحديقة الشيخ زايد بحي سالس مدينة الإسماعيلية توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وبجودة متميزة يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية محدودي الدخل ومنع احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، وتم إقامة المعرض تحت شعار ضد الغلاء بتخفيضات تجاوزت 20% على كافة السلع الغذائية، يضم المعرض أكثر من منفذ لبيع السلع الأساسية من أرز ومكرونة وسكر وزيت وبقوليات وكافة مشتملات البقالة. بجانب وجود منفذ لبيع اللحوم البلدية الطازجة وآخر لبيع اللحوم والدواجن المجمدة ومصنعاتها الحمد لله المعرض ده امتداد لمعرض رمضان اللي اللي طلب به الرئيس ودي سلع الحمد لله الزيت والسكر والرز واللحمة والفراخ طبعا حاول نوفرها للمستهلك بسعر رخيص والتجار في نفس الوقت لما جمله بتيجي تشتغل معانا وهما متعاونين معانا كويس جدا هما بيكسبوا والشعب نفسه بيستفيد من الكلام ده كله